ازيكم؟ هنتكلم النهاردة عن خليط تربة مناسب جدا للزراعة المنزلية. خليط تربة جيد التهوية ومحتفظ جدا بالرطوبة وخصبناه بسمات طبيعي، وبشكل مختصر هما 4 بيئات زراعية: بيتموس، بيرلايت، رمل، وفي النهاية كومبوست نباتي حيواني. وجبنا قصيص مقاسه 17×50 سنتي، وهنزرع فيه ان شاء الله بذور السبانخ كتجربة لخليط التربة. تابعوا معايا لنهاية الفيديو علشان تعرف مميزات كل نوع من بيئات التربة. وقبل ما ابدأ حابب اعرفكم ان مكونات التربة انواع: مواد اساسية زي البيتموس، مواد مسامية زي البيرلايت والرمل، ومواد مغذية وهي الكومبوست. يلا بينا نبدأ الفيديو. انا محمد الخطيب ودي قناة شتلة. أول مكون معانا هو البيتموس، وهو بيئة زراعية عضوية، وهو أساس خليط التربة اللي هنعمله النهاردة. والبيتموس مادة ليفية ميتة بتتشكل لما تتحلل الطحالب والكائنات الحية في المستنقعات، وعملية التحلل دي بتحصل على عمق وفي غياب الهواء، فبتتراكم المادة دي في المستنقعات خلال آلاف السنين. يعني احنا ممكن نكون ماسكين دلوقتي طحلب ميت من آلاف السنين. ومن خواص البيتموس ان مساميته عالية جدا، فهنضمن ان التربة تكون جيدة التهوية وعندها قدرة كبيرة انها تحتفظ بالمية والسماد، وهي مادة عضوية خصبة. معدل الحموضة منخفض، يعني تربة حمضية، ونقدر نزرع البذور في البيتموس بدون ما نخلطه باي نوع تربة تاني او سماد، وتقدر تشتريه من المشاتل او اونلاين عن طريق امازون وجوميا، وكل ما تشتري كمية اكبر هتكون اوفر معاك. وتاني مكون هو البيرلايت، وهو مكون غير عضوي، وهو في الاصل حجر بركاني اسود متكون من سيليكات امونيوم وصوديوم وبوتاسيوم، بيتم تسخينه لدرجة حرارة عالية توصل لألف درجة مئوية تحت ضغط عالي، فيحصل له انتفاخ وبيتمدد لأضعاف حجمه، وبيتحول لحبيبات هشة وخفيفة ومسامي جدا، نفس فكرة عمل الفشار بالظبط. ومن خواص البيرلايت تهوية التربة بشكل كبير، لان فيه فراغات ومسام، وكمان بيساعد على نمو المجموع الخضري علشان فيه عناصر السيليكات، وفي النهاية بيخلي التربة خفيفة فبيساعد الجذور انها تاخد راحتها وتنمو بشكل افضل. نقدر نزرع العقل او البذور في البيرلايت لوحده، لكن بعد كده هنحتاج تسميد او خلطه مع انواع تربة تانية لانه تربة غير خصبة، وتقدر تشتريه من المشاتل او اونلاين، وده شكل الكيس اللي انا جبته. وتالت مكون هو الرمل، وهي تربة غير عضوية بتتميز بحجم حبيباتها الكبيرة، وهي في الأساس قطع صخور صغيرة متآكلة، والنوع ده من التربة ما عندوش القدرة على الاحتفاظ بالمية، لكن هنضيفه للخليط علشان يحسن من تصريف المية. ولأن رملة المباني ملحتها عالية، فلازم نغسل الرمل كويس بالمية علشان نتجنب الأملاح دي، أو نستخدم رمل سبق الزراعة فيه. فأنا هاخد شوية رمل من الجنينة، والتربة الرملية نقدر نزرع فيها لوحدها، لكن محتاجين نضيف السماد العضوي ليها، وهنا يجي دور آخر المكونات اللي معانا النهاردة وهو الكومبوست. هنستعمل كومبوست نباتي حيواني بنسبة 50-50، وهو عبارة عن مخلفات حيوانية ونباتية متحللة، وهيبقى المصدر الأساسي للمغذيات النباتية في التربة اللي هيمد نباتاتنا بالعناصر الكبرى والصغرى. وجبته من مشتل عندنا، ولازم نتأكد ان مكتوب عليه نباتي حيواني، لان لو حيواني بس هيكون حامي جدا على النباتات، ولو نباتي بس ممكن ما يفيدش النباتات بالشكل المطلوب. الشوال ده كله بخمسين جنيه في وقت تصوير الفيديو. نيجي بقى لمرحلة خلط التربة، وحابب اقول لكم ان النسب اللي انا هخلط بيها دي مش قاعدة، ممكن تغير في النسب حسب احتياج نباتك، وممكن تضيف مكون او تشيله. وهنبدأ بالمكون الأساسي وهو البيتموس، وهنضيف منه حجم 3 أصوص. والمكون الثاني هو البيرلايت، ويستحسن تلبس ماسك وانت بتستخدمه، او على الاقل ترطبه بشوية مية علشان خفيف جدا والحبيبات بتاعته بتتطاير والعفرة اللي هتحصل غلط تستنشقها. وثالث مكون هو الرمل اللي هيضيف لنا خاصية تصريف المية. والمكون الرابع والاخير هو الكومبوست، مصدر الغذاء للنباتات اللي هيمد خليط التربة بالعناصر الغذائية اللي هنحتاجها لنباتاتنا. هنبدأ نخلط مكونات الخليط، ولو وصلت للمرحلة دي ده معناه ان الفيديو فادك، فياريت تعمل لايك واشتراك، وبعد الفيديو ده خد لفة على فيديوهاتي اللي فاتت
ان شاء الله حاجة هتعجبك وتبدأ تنفذها. واول مرة هطلب منكم تشيروا الفيديو علشان الفايدة تعم ونخلي كل بلكونات مصر خضرة ان شاء الله. وده الشكل النهائي لخليط التربة، متكون من 3 اوساط زراعية، بيتموس وبيلايت ورمل بنسبة 3:1:1، ومتخصبين بسمات كومبوست نباتي حيواني. نيجي بقى لجزئية تجربة الوسط الزراعي ده، وزي ما قلنا في بداية الفيديو هنجرب نزرع فيه سبانخ، فهنجيب قصيص مقاسه 17×50 سم وهنملاه بخليط التربة اللي سبق وحضرناه، ونجيب بذور السبانخ وده شكلها. وخلي بالك وانت بتمسك البذور لان فيها شوك حاد جدا وممكن يجرح ايدك. هنبدأ نعمل حفر صغيرة في التربة عمقها حوالي 1 سم أو 0.5 سم، ونبدأ نغرز البذور ونعمل مسافات متساوية بينهم، علشان تزاحم البذور بيخلي البادرات تنمو ضعيفة زي ما شرحت لكم في فيديو زراعة الجرجير. بعدين نسقي كويس جدا، وعلشان انا بحب قناتي تبقى منظمة علشان يبقى سهل عليك تلاقي اللي انت عايزه، ناتج زراعة السبانخ في خليط التربة ده هوضحه في فيديو لوحده عن زراعة السبانخ بالتفصيل. بس كده، ولو بتحب تشرب شاي بالنعناع هتلاقيني شارح زراعة النعناع في فيديو تفصيلي على قناتي. اتمنى انه يفيدك. سلام، ما تخليش حاجة تزعلك.